السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. مالخوت مالخوت، جينا فيديو جديد مالخوت. هذا الفيديو غنوريكم بركة اللي عاد جديدة الخوت. هيا تبارك الله. المهم غنوريكم في هذا الفيديو بركة الخوت تاع داو الحمام باقي مفافين، باقي ما عوطو شي بلاصتو، تاي عوطو بلاصتو نتاع تاك نبقاو نولعوكم فيهم ونطلقوهم يطيرو الخوت. المهم الخوت تاي السجنة جديدة الخوت هانتوما. هاهوما الحمام. هاي الباب الخوت هاي الخوت. هانتوما موي ما تخوت او ما الحمام تبارك الله انتوما. موي ما تخوت ندخل نوريه لكم ما تخوت باش تفتحوا به. بلاتي الخوت نفتحها ونعاود لكم الخوت، ندخل نوريكم الحمام الخوت هانتوما تبارك الله. هاهوما الحمام هانتوما الخوت. مدخيني السيارة خوت وانتم تبارك الله. بركة
بركة يا خال خوت كان صديقة شوية الخوت هادي واسعة شوية الخوت تمشى على راحتك كاين هاد الفواياج واسعة وما هاهوما الخوت كيور تخيني السيارة تاني ماما يقول دو ما يبقاوش الحمام هيدا بزنسو هاد القهوية حي الضبط كارا خوت واحد وزاد فواياج دابا نوريكم براكة وصافي الخوت هاد الفيديو سليمة جينا نولعوكم فيه وما الخوت تبارك تبارك الله والتكبير باقي ما كيعقلوش على بلاصتو مع الخوت عليا ما بغيتش نصوبها لكم تا فيديو خفيف داغي انا الخوت انتو هما العمابة تبارك الله الخوت هاو مفروخة عاوتاني موي ما الخوت هاهم الحميمة تبارك الله سير شي فيديو عاوتاني نوريكم زين نولعكم فيهم الخوت هاو تكيور تكيور السير الفيديو عدلتو داريان داريان الخوت غنوريكم برداكا وما تخوت حتى شي فيديو لي ما يجي يكونوا الحمام والفو بلاصتو مع الخوت تاعكم نولعكم فيهم وتلقوا لكم يولعكم في السماء الخوت